بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. في البداية أحب أشكر تماما إخواننا الذين ليسوا معنا في المسجد، أعضاء وسائل التواصل الاجتماعي في الفيسبوك وتويتر، على ردودهم الجميلة جدا والمشجعة، وجعله الله علم ينتفع به. أما بعد، فكان بخاطري أن أحدث مستمعي الكرام اليوم. نعيش معا في ظلال سورة لقمان. سورة لقمان في آيتين كريمتين 19 و34، وسورة لقمان هي سورة مكية، آيتها 34. ونسأل مستمعي الكرام، من هو لقمان حتى تسمى سورة في القرآن الكريم باسمه؟ من هو لقمان؟ نعم، كان عايش فين ومن هو؟ المؤرخون لا يعرفون كثيرا عن لقمان، لقمان الحكيم. فمن قائل أنه نوبي من نوبة، وده أرجح الأقوال. من قائل أنه سوداني، ومن قائل أنه حبشي، ومن قائل أنه عبراني. أرجح الأقوال أنه نوبي حسب المصادر التي استندنا لها، هو كان نوبي. السؤال، هل كان نبيا؟ لقمان الحكيم، هل كان نبيا؟ نعم، الظاهر لا، لم يكن نبيا. وإن كان البعض، يعني جمهور المفسرين، لا يقولون عنه أنه نبي، ولكن يعني نظرا لحكمه العظيمة لابنه وواعظه، ونظرا لأن هناك سورة كاملة في القرآن الكريم باسمه، ففي درجة من درجات النبوة، لكن هو ليس بنبي. كنت عاوز أحدث حضراتكم عن الآيتين 19 و34 من سورة لقمان، لكن أثناء الخطبة وأثناء الصلاة شيخنا الجليل قرأ الآية 35 من سورة النور: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة، كمشكاة في إيه؟ فيها مصباح، المصباح فيه زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. دي الآية 35 من سورة النور. هاجي لدي الذكريات وهو على المنبر وهو يقرأها أثناء الصلاة. كل الناس فاكرة من شجرة مباركة زيتونة إن هي شجرة الإيه؟ الزيتون. هذا يعني ربنا يعفو عنه، لأن هذا خطأ جسيم في حق الله، خطأ جسيم جدا من يقول بهذا. بقى ربنا بيمثل نوره بنور زيت الزيتون، يقول لك ما هو أصلا زيت الزيتون له لمع. نور الله سبحانه وتعالى، الله نور السماوات والأرض، هيضرب مثل بنور بلمعان زيت الزيتون؟ ثم أن لا، دي واحد.
اثنين، الآية التالية تنفيها نفيا باتا، لا شرقية ولا غربية. ما لو كانت سورة الزيتون، لو كانت شجرة الزيتون، هيبقى لها مكان جغرافي إذا هتكون شرقية أو إيه؟ أو غربية، لكن الآية بتنفي لا شرقية ولا غربية. عندنا في التفسير في مفاتيح، في مفاتيح للتفسير. عندك كلمة كوكب دري أعملها جميع المفسرون، اطلعت على الشوكاني والطبري والصابوني وجميع التفاسير وابن كثير أعملوا كوكب دري، مع أن هي المفتاح الأصلي للتفسير. كما أهملوا كلمة يوقد، كما أهملوا يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. وسبب الإهمال هنا ليس تقصير من هؤلاء المفسرين جميعا رحمهم الله، ما في تقصير، ولكن نظرا لدي حاجات علمية ما كانوش يعرفوها في عصرهم. ما هو الكوكب الدري؟ الكوكب المتلألئ، دري يعني متلألئ. يؤخذ من شجرة المباركة، مين اللي بيأخذ الكوكب؟ الشمس. الشمس يكاد زيتها يضيء ولم تمتص نار، فعلا الشمس زيتها يضيء، زيتها يوقدها يضيء ولم تمتص نار، لأن مادة الشمس عبارة عن يعني 70% هيدروجين و 28% هيليوم و 2% عناصر متبخرة. يحصل دمج نووي، كل 4 ذرات من الهيدروجين يتحولوا إلى ذرة هيليوم حسب قانون بقاء الكتلة. المفروض مجموع كتل المواد الداخلة في التفاعل يساوي مجموع كتل المواد اللي نجم التفاعل، هنا بيقل بيروح فين؟ بيتحول مادة للطاقة، هكذا تولد الشمس طاقتها. وبعدين تنير القمر، تضيء القمر يمتص هو الأشعة تحت الحمراء ويبعت لنا النور بتاعه، لأن مين المسؤول عن الحرارة؟ هي الانفراريد ريز، الأشعة تحت الحمراء. يبقى التفسير المقبول والمعقول لهذه الآية الكريمة، والذي لا يعلمه 99% من مسلم العالم، أن الشجرة المباركة أن كلها لوجه الله تعالى، ليس شجرة الزيتون، وعيب وحرام أنك تمثل نور ربنا بلمعان زيت الزيتون، إنما الشجرة المباركة هي الشمس، وهي مباركة فعلا لأن شجرة المادة والطاقة في دنيانا، جميع صور الطاقة حتى الطاقة النووية اللي موجودة عندنا نحن الأرض جاية منين؟ جاية من الشمس. موقتنا بنظبطها إزاي على الشمس؟ الشمس مصدر الحياة على الأرض، ولولا الشمس ما فيش حياة على سطح الأرض، فهي مباركة لهذا السبب. والشجرة أشجار، عندنا في القرآن الكريم 4 أشجار، شجرة مباركة، شجرة طيبة، شجرة ملعونة، شجرة خبيثة. دي 4 أشجار اللي القرآن الكريم يتكلم عنها في مجمل آياته. شجرة مباركة عرفنا أن هي الشمس، وهي مباركة فعلا. وشجرة طيبة، ما هي الشجرة الطيبة؟ ها؟ مين؟ الشمس. لا ما النخلة، النخلة. في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه أحمد في مسنده، أعرف شجرة بركتها كبركة المسلم ألا وهي النخلة، حديث صحيح. أعرف شجرة بركتها كبركة المسلم، والإمام ابن القيم فسر هذا الحديث هي زي المسلم في ايه؟ في ثبات الاصل، ثبات الايه؟ الاصل، ثابت على عقيدتي، اصلها ثابت وفرعها في ايه؟ في السماء. ضرب الله مثلا، دي ابراهيم ايه 48، ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت وفرعها فين؟ في السماء، تؤتي كلها كل حين باذن ربها. طيب والشجره الخبيثه بعدها برضو الايه 49 سوره ابراهيم، ومثل شجرة خبيثة، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. ما هي الشجرة الخبيثة؟ الحنظل، الحنظل طعمها مر ولا فائدة منها ولا خير فيها، الحنظل دي شجرة خبيثة، الحنظل.
قلنا الشجرة المباركة والشجرة الطيبة والشجرة. أما الشجرة الملعونة الكل لازم يكون عارفها. يا خبر أبيض. فرقد. الزقوم. الزقوم صح. شجرة تنبت في أصل الجحيم. طلحها كأنه رؤوس الشياطين ملعونة. يبقى ها يلا نرجع مع بعض. ما هي الشجرة المباركة؟ الشمس. وما هي الشجرة الملعونة؟ هنا عشان ما قلتهمش في الترتيب اتلخبطت. تاني ما هي الشجرة المباركة؟ الشمس. وما هي الشجرة الطيبة؟ النخلة. وما هي الشجرة الخبيثة؟ لا الحنظل. عاوز نذاكر شوي. وما هي احنا بنعمل ريفيجن اهو يعني. وما هي الشجرة الملعونة؟ هي شجرة الايه؟ الزقوم. هذا ما أثار شهوني عندما استمعت للآية الكريمة 35 من سورة النور في الخطبة وأثناء الصلاة. نرجع تفضل. ما معنى زيتونة في الآية؟ هي زيتونة الشمس تركيبها ثلاث طبقات، فوتوسفير وكروموسفير وكروموسفير، يعني الفوتوسفير قرص الشمس، وده زي الزيتونة بالضبط. بالضبط هي زيتونة في شكلها العام في الفوتوسفير علميا بقى، ده قرص الشمس. وبعدين في الكروموسفير الكرة اللونية، وبعدين في الكروموسفير إكليل الشمس. إكليل الشمس وده درجة حرارته مليون درجة مئوية، وعمقه حوالي برضو مليون كيلومتر. طيب انتهينا من الشجرة والأشجار، نرجع لسورة ايه؟ لقمان. شوف لقمان الحكيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني. قال له ايه بقى؟ ما قالوش بقى الثروة والمراس وهتتجوز مين وتعمل، لا أخطر شيء في الدنيا لا تشرك بالله، إن الشركة لظلم عظيم. والظلم مين؟ للمشرك. لماذا؟ أنا دايما أؤكد وألح، شرط المؤمن أن يكون أنانيا. لن تكون مؤمنا حقا إلا ما يكون أناني. يعني إيه أناني؟ يعني أنا بحب نفسي مش عاوز أدخلها النار، فالتزم وأعمل بقول سبحانه وتعالى واستقم كما أمرت. ده المؤمن بحب نفسي مش عاوز أدخلها النار. أدي مفهوم جميل وجديد للأنانية. مش الأنانية حب التملك وإنك تبعد عن الغير، لا الأنانية معناها إيه؟ نفسي أحب نفسي مش عاوز أدخلها النار وحافظ عليها، هي أمانة عندي. إن الشركة لظلم عظيم. بيشركوا بمين؟ ممكن بالأوثان، ممكن بالأصنام، ممكن بالبشر، بيعبد واحد تاني شايف كويس وبيعبده أو يخاف منه أكثر من مخافته لله. ممكن بيعبد هواه. أرأيت الذي اتخذ إلهه هواه؟ هو بيعبد مين؟ بيعبد هواه. بيعبد مين؟ ورأيت إلى الذي اتخذ إلهه هواه. كل دي صور الشرك. وفيه العجب بلا شرك الخفي، ربنا يجرنا منه. في شرك خفي والواحد ما بيحسوش، فاكر انه عادي. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. دلوقتي النهاردة الأب على الأقل في بلدنا شفته قاعد بيعلم ابنه إزاي يلف البنجو بدون مبالغة. في البلد عندنا شفته قاعد بيعلم ابنه ازاي يلف البانجو. البانجو شفت الفرق؟ وده في عرف بشات الولاد مسلم. وسيدنا لقمان الحكيم مسلم. عند الشركة وصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله
في عمل وفي سلوف عمل نشكر لي ولوالديك إليك المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبا في الدنيا معروفا. إلى أن قال إنها إن تكن مثقال ذرة من خردل في صخرة إنها إن تكن ذرة مثقال ذرة في صخرة في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. ما في ذرة في الكون ده كله، الكون المنظور غير المنظور لا يعلمها الله. وبعدين وصل إلى بيت القصيد: واقصد في مشيك واغضض من صوتك، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر أصواتي لصوت الحمير. ما هو القصد؟ واقصد في مشيك، ما هو القصد؟ اعتدال، صح، الاتزان بين النقيضين، بين الإبطاء والإسراع، بين الشدة واللين. يعني دائما توكسيتريمس وسط، هو التوسط بين نقيضين أو الاعتدال أو الاتزان. واقصد في مشيك، طبعا لله لا بلا، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. التصعر انك تقابل الناس عامل كده كبرا وعلوا، ولا تصعر خدك للناس، لا تمل وجهك لهم، وانما وجههم سمي الوجه لانه عضو المواجهه بشيء طبيعي من الاتزان، انما تعملش كده. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، تمشي على مزاجك، لا، في ضوابط للسلوك. إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك. قلنا القصد هو الاعتدال والاتزان والتوسط بين نقيضين. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، يعني اغضض من صوتك، يعني اغضض، يخفض. الغض هو الخفض، وفي الشرع إخفاض الصوت من الإيمان، إنك تتكلم. إحنا كعرب شوف اتنين بيتكلموا ولا بيتناقشوا، شوف حسهم بيبقى فين. للأسف تلاقي الأجانب ما تسمع لهم الصوت. واغضض من صوتي، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ليه صوت الحمار هو أنكر الأصوات؟ الأول قبل ما أتكلم على، هو مش إعجاز علمي في الآية، لا، هو تفسير علمي. ليه صوت الحمار هو أنكر الأصوات على الإطلاق؟ فإن حرف توكيد الوصف إن أنكر الأصوات إلى صوت الحمير. بس الأول قبل ما أقول تفسير علمي هتكلم كلمة إضافية كده عن الحمار. هذه كانت مذكراتي، هذه كانت مذكراتي، أودعتها آهاتي وضحكاتي، دموعي وابتساماتي لإخواني وأخواتي، سجلت فيها شريط حياتي من مولدي إلى مماتي، فيحقا مرآة ذاتي لتعلموا عنا كل الأسرار وما لدينا من أخبار، وخصوصا أحبائي الصغار المخلص حمار. تاني عشان الحبايب، من أول عشان الحبايب. هذه كانت مذكراتي، كويسة غير كده؟ هذه كانت مذكراتي، أودعتها آهاتي وضحكاتي، دموعي وابتساماتي، إخواني وأخواتي، سجلت فيها شريط حياتي من مولدي إلى مماتي، فحقا مرآة ذاتي لتعلموا عنا كل الأسرار وما لدينا من أخبار، وخصوصا أحبائي الصغار المخلص. واللي انت بقى طاح دي فقره من كتاب مذكرات حمار اللي ربنا اكرمني فزت به بجائزه مؤسسه كليه التقدم العلمي عام 98 كاحسن مؤلف للنشاه على مستوى الوطن العربي. طيب
ليه بقى ان انكر الاصوات الى صوت الحمير؟ هي دي مش اعجاز علمي، تفسير علمي بس. قال لك صوت الحمار اشد الاصوات، الصوت له ثلاث حاجات: الشده والدرجه والنوع. الشده هي الخاصيه التي تمكن الاذن البشريه من التمييز بين الاصوات القويه والاصوات الضعيفه، دي الشده. والدرجه هي الخاصيه التي تمكن الاذن البشريه من التمييز بين الاصوات الحاده والاصوات الغليظه، دي الدرجه. اما نوعيه الصوت، نوعيه خاصيه ثالثه، هي الخاصيه التي تمكن الاذن من التمييز بين صوتين متماثلين في الشده والدرجه لكنهما مختلفين في المصدر. مختلفين فين؟ مصدر. شده واحده ودرجه واحده بس مختلفين في المصدر. عندك اثنين مؤذنين يؤذنان لصلاه العصر، شده صوتهما واحده، درجه صوتهما واحده، ومع ذلك بتقول اه ده الشيخ الاول ده بتاع الجامع الفلاني وده الشيخ ده بتاع الجامع الفلاني، تقدر تميز صح ولا لا؟ انت بتميز بيه بنوع صوت، لان الصوت وراثه، الصوت وراثه. شوف الابن بيتكلمه كانه ابوه بالظبط عبر التليفون، ومع ذلك تقدر في لحظه من اللحظات تقول له لا انت مش ابوك ده انت فلان اللي هو صديقك. عرفت ازاي؟ النغمات الاساسيه تورث لا جدال، من الاب للام، من الاب للابن والام للبنت. الاصوات الثانويه، الاصوات الاساسيه تورثها، الاصوات الثانويه لا، وده اللي بيخلي الانسان يميز بين البنت وامها والولد وابوه. عندك الجماعه المليارديريه اللي بيتعاملوا مع بنوك سويسرا. عادل قال لي واحنا جايين المسجد واحد صفقته 69 مليار دولار، صفقه بس، صفقه اقعد انا وانت والدكتور محمد معانا العمر كله، ها نجري جري ايه؟ جري الوحوش. هنجيب 69 مليار دولار دي في صفقه واحده، ما يهمناش. والله هذا مسكين، انا في رايي مسكين هيحاسب على هذا كله، هيحاسب عليه والله. اوعى تخبطه ولا تحسده، انا من قلبي والله ده انسان مسكين. هيموت ولا مش هيموت؟ هيموت. هيحاسب ولا مش هيحاسب؟ دولار دولار وفلس فلس ولا لا؟ طيب انما انا وانت يعني سيب جيبه يلا مع السلامه، انما ده لا. فالمهم الاصوات الاساسيه تورث والثانويه لا، ولذلك يستطيع الانسان التمييز. جماعه المليارديرين بيتعاملوا مع بنوك سوسة ازاي؟ بصمه الصوت، بصمه الصوت. ممكن واحد زي الملياردير في شده صوته ودرجه صوته، لكن لا يمكن يكون هو. ليه؟ لم يجعل الله النغمات الثانويه لانسان زي النغمات الثانويه لانسان ايه؟ اخر. فالخزينه مش هتفتح مهما كان هناك تطابق بين شدة صوته ودرجتها بالنسبة لشخص الملياردير، مش ممكن تفتح. لأن في بصمة اسمها بصمة الصوت، في بصمة العين، بصمة الأذن، بصمة الشفاه، بصمة الصوت، بصمة الرائحة، بصمة الإصبع، بصمة الدي إن إيه، بصمة كيميائية أو الوراثية. فالإنسان كله بصمات، منها بصمة الصوت بالألغام الثانوية لا تتكرر أبداً. طيب إن أنكر الأصوات إلى صوتها. أشد الأصوات في عالم الحيوان على اليابسة، عالم الحيوان على اليابسة، هو صوت الحمار. لأنه كام؟ 100 ديسيبل. والديسيبل وحدة قياس الضوضاء. أما الفول وحدة قياس الصوت. الديسيبل مأخوذة من اسم العالم اللي لكم عارفينه. مين اخترع التليفون؟ مين اخترع التليفون؟ ألكسندر جراهام بيل. كان بيشتغل مدرس ابتدائي، مدرس ابتدائي في مدارس الصم والبكم، وبعدين ربنا وفقه اختراع التليفون. معلومه كده، لم يكن هو مخترع التليفون حقا، واحد اسمه الاشغالي امريكي سبقه، بس يبدو لشهرته ولا راح سجله قبله نسب لايه؟ جراهام بيل. لكن من الثابت تاريخيا كما كتبت في موسوعه الخطوف من سبع عمان، واحد امريكي اسمه الاشغالي هو مخترع التليفون فعلا، لكن نسب لبيل زي ونس اول ما اشتغل بالتطور، لكن نظرا لشهرة داروين
نسبة النظرية لداروين. بيحصل حاجة ملابسات كده في التاريخ العلمي. المهم البل وحدة قياس الضوضاء، الحمار شدة صوته كام؟ تجاوز 100 ديسيبل بشوية، 100 105 100 لغاية 110 حسب نوع الحمار. وطبعا الحمير كتير، مش الحمير كتير؟ ها؟ 100 ديسيبل. المسألة ليست في الشدة فحسب، إنما في التردد. لواحد يقول لك الله ليه القرآن قال إن كان الصوت لصوت الحمير؟ طب ما الحوت الأزرق الحمار شد صوته كام؟ 100 ديسيبل. طب ما الحوت الأزرق 188 ديسيبل، يعني ضعفه تقريبا. ومع ذلك القرآن ما قالش وإن لصوت الحوت الأزرق أنكر أصوات، ها؟ وإن أنكر أصوات لصوت الحوت الأزرق، القرآن ما قالش كده. أولا لسببين. السبب الأول إن الحوت الأزرق اللي عايش على اليابسة عايش في المية، وبعدين صوته بينتقل عبر الماء ما بنسمعوش أبدا إلا في حالة واحدة، لو رفع رأسه على الماء في الحالة دي ممكن إيه سمعه. وده أشد الأصوات اللي خلقها ربنا على الإطلاق. صوت الحوت الأزرق كام؟ 188 ديسيبل. الله، طب ليه أنا قلت الوحدة اسمها بل؟ إيه اللي خلاها ديسي؟ قال لك وجدوا البل واحدة كبيرة فقسموها أجزاء 10، كل بل 10 أجزاء، فخدهم الفرنساوي 10 الفرنساوي عن ديسي، أن دو تروا كاتر سين سي سويت نيف ديس، فديسي بل يعني جزء من 10 من البل، ديسي بل. فالحوت الأزرق كام؟ 188. صوت الطيارة جنبه محرك الجنبه 140 ديسيبل، لكن الحوت كام؟ 188. يا فخ الحمار، ومع ذلك القرآن ما قالكش الحوت الأزرق لسبب. هنا بقى ممكن يكون في إعجاز علمي فعلا. قال لك المسألة مش مسألة شدة بس، شدة وتردد الاثنين مع بعض، ما تفصلش بينهم، شدة وإيه؟ تردد. صحيح الحمار صوته شدته كام؟ 100 ديسيبل تقريبا يعني، أو زيادة شوية. أما الحوت الأزرق كام؟ ها؟ 188 ديسيبل. ما شاء الله الدكتور أحمد جزاك الله خير، يقظ وتسعفنا بال 180 ديسيبل. بس تعالى شوف التردد، الحوت الأزرق تردده 150 هرتز، حاجة بسيطة خالص، لكن الحمار 350. الله أكبر. أيوة الحمار، لا الحمار عنده مواد بعد، عنده مؤهلات تانية. كان 350 هرتز، فما لما تجيب 100 ديسيبل جنب التردد المخيف ده، أكبر تردد في المخلوقات كلها اللي هو 350 هرتز، النفس تنكر هذا الصوت، تنكر الشدة وتنكر التردد، تعافى، مش حباه مش قبلاه، تنكره. ومننا كان النكران، وإن أنكر الأصوات إلى صوت الإيه؟ الحمير. واحد يقول لك إيه؟ في خطأ شاع عند كل الناس، عند زملاء الأساتذة الجامعة، عند اللي بيطلعوا في التلفزيون، عند كل الناس، يقول لك أصل الصوت اللي شدته 100 ديسيبل يؤذي الأذن. يا أخي الكريم، الأذن مالها؟ الأذن مالها؟ هو يؤذي مين؟ النفس. هي مين اللي بتنكره فيك؟ أذنك؟ لا. مين مناط الاستجابة؟ الأذن ولا النفس؟ النفس. أمال الأذن إيه؟ أداة توصيل، هي اللي بتوصل لك الصوت. لكن مين اللي بيقرر يحب الصوت ولا يكرهه؟ النفس. فخطأ مشهور يقول لك يؤذي الأذن، لا ما يؤذيش الأذن ولا له علاقة بالموضوع، هي مجرد إيه؟ مجرد أداة توصيل. هو بيؤذي مين؟ النفس. وطبعا طب سؤال، لماذا ينهق الحمار؟ هيا نقارن ما بين سياح الديكة ونهيق الحمير. في حديث جميل أخرجه الإمام البخاري، والحديث 3303 في البخاري، 3303. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك إيه؟ إذا سمعتم صياح الديكة، إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله الفضل، لأنها رأت ملاكا،
وإذا سمعتم نهيق الحمار فاستعيذوا به من الشيطان الرجيم لأنه رأى الشيطان. فالديك بيصيح لأنه رأى إيه؟ ملك. والحمار بينك عشان إيه؟ رأى إيه؟ شيطان. وفي قصة سيدنا العزير لما كان مر على القرية اللي هي الخويط على عروشها والحمار لما مر عليها تخض يعني حمرت الشياطين تراها رؤيا العين يعني. المهم طبعا هذه الشدة وهذه الدرجة بتعمل نويز بولوشن تلوث ضوئي، والبيئة أصبحت دلوقتي تعاني من مشاكل عديدة جدا منها التلوث الضوئي، وده أحد صور التلوث الفيزيائي. التلوث الفيزيائي قد يكون حراري ثيرمالي، وقد يكون ضوئي نويز، وقد يكون كهرومغناطيسي كهرومغناطيك، وقد يكون قلنا حراري إشعاعي إشعاعي جدي. فالإنسان احنا مش ناقصين الحمار والله، يكفي الإنسان والعمل في البيئة. تلوث في الهواء، تلوث في الماء، تلوث في الغذاء، تلوث في التربة، استنزاف في الموارد، اختلال في التوازن الفيزيائي والكيميائي والبيولوجي والجيومورفولوجي، ثقب في الأوزون، احتباس الحريق. لدرجة عشان اختتم، البيئة تشتكي حالها في الساعة 12 مساء والكون خاشع وساكن. نصبت أو تنصبت على البيئة فوجدتها تشكو إلى ربها حالها من أفعال الإنسان بها. نسمع بتقول إيه في شكواها مخاطبة الجنس البشري المنكيد عاتبة ولائمة وقائلة: ألم يراكم خفق هواي؟ ألم يراكم خفق هواي؟ ولا ترك ركمائي ولا حبك سمائي؟ فرحتم تفحلون دائي، تلوثون صفوي ونقائي، تستنزفون نعمي وآلائي، تخلون بتوازن أجزائي علنا وبغير حيائي، جهرا وبعيدا عن أعين رقبائي، حتى صرت في كثير شكوتي وشقائي، بليتي وبلائي، إنكم ببعض تقنياتكم أعدائي، ولستم أصدقائي، وسببا في انسياح دمعي وجهش بكائي، ولكن بعض عزائي، ولكن بعض النزائي، أن ناديت في صبح ومسائي، من أمامي وورائي، فسمع البعض ندائي، واستجاب لرجائي، فكان من العقلاء الحكماء، وما من يعرض فهو من السفهاء الجهلاء، ومن الموتى، وإن كان من الأحياء، لأنه لابد أن يحلل عليه قضاء الله ثم قضائه. السماء الكرام، ليس لي في نهاية هذا اللقاء الطيب المسلم المبارك إن شاء الله إلا أن أحييكم وأشكركم ونتخذنا الخير، وإلى اللقاء الجمعة القادمة مع الآية 34 من سورة لقمان، حيث لم يسعفني الوقت هذا اليوم.